في 5 لقاءات جمعتهم في السوبر كانت الفرصة الحمراء 4 مرات. الزمالك وشه حلو على الأهلي. عايز أقول لحضراتكم تاريخ مباريات السوبر ما بين الأهلي والزمالك. أول مباراة كانت في 2004 موسم 2003-2004 مباراة السوبر، ودي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية. كان ساعتها مستر توني أوليفيرا لو تفتكروا هو المدير الفني للنادي الأهلي، وكان جاي بعد أول ولاية لمستر مانويل جوزيه. كان المدير الفني للزمالك كان في نجادة في هذا التوقيت. ده أول سوبر الأهلي فاز في هذه المباراة بضربات الجزاء الترجيحية 3-1. 2008-2009 الأهلي كان بطل الدوري والزمالك كان بطل الكاس. الأهلي كان تحت قيادة الساحل البرتغالي مانويل جوزيه، طبعا الزمالك كان هولمان هو المدير الفني ليه، والأهلي فاز بنتيجة 2-0. 2014-2015 الأهلي كان بطل الدوري والزمالك كان بطل الكاس، كان خوان كارلوس جاريدو هو المدير الفني لنادي الأهلي، وحسام حسن كان هو المدير الفني لنادي الزمالك، وانتهى بفوز النادي الأهلي 5-4 ضربات جزاء ترجيحية كانت دراماتيكية. 2015-2016 الزمالك فاز ببطولة الدوري وكاس مصر عن موسم 2014-2015. الأهلي ما كانش فاز ولا دوري ولا كاس، ولعب هذه المباراة كانت تحت قيادة كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير فني مؤقت في هذا التوقيت، وكان فيريرا هو مدير فني لنادي الزمالك، وانتهت بفوز النادي الأهلي في مباراة كانت مثيرة جدا 3-2 كلنا طبعا فاكرينها. الفوز الوحيد لنادي الزمالك كان في 2016-2017، المباراة أيضا كانت في الإمارات وكسبوا 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية. ده تاريخ مواجهات الفرقتين في مباراة القمة، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفوز الخامس للنادي الأهلي في 6 مباريات.